بمسير امتد نحو 12 كيلومترا قطع فريق مشوار الأردن رحلة بين تضاريس ساحرة جنوب المملكة من وادي النخيل إلى وادي فنان. أجواء الرحلة التي عرضت ضمن حلوية دنيا صباح اليوم في هذا التقرير. من وادي النخيل إلى وادي فنان بدأت رحلة المسير بصحبة الماء الجاري وتشكيلات صخرية تشقها أشجار نخيل تتدلى على جوانب الوادي. على الطريق موقع للتخييم يستريح فيه الزوار والسياح المنبهرون بجمال الطبيعة المختبئة في ظلال الوادي. معاودة المسير من جديد وصولاً إلى تحول مفاجئ في المشهد يظهره تغير التضاريس في المكان. في الطريق تظهر حياة متجددة على ضفاف المياه. ودون مقدمات ينفتح المكان على موقع أثري معروف باسم الغوير واحد، تقول المعلومات إنه كان مأهولاً قبل 9000 عام. يغادر الزائر المباني الحجرية وبعد خطوات أخرى تنتهي الرحلة في استراحة مخيم فنان.